بنبقى انا بشتغل في قناه وطنيه، قناه بتحب بلدها، فريق بيحب بلده، مع اعلامي بيحب بلده، مع ناس مصره ان هي تكشف، يعني تكشف للناس الحقيقه. صح. احنا لا ندلس الحقائق، فما كان منه غير ان هو بيحاول ان هو يديني عرض في قناه كانت اسمها مصر 25 معروفه في الوقت ده، وبعرض هو مغري ربما لحد يكون عنده سهل ان هو يبيع بلده، انه تبقي معانا مذيعه وعندك برنامجك بدل شغلانه المراسل اللي كلها خطر لا طبعا. كان الرد بانه شكرا، انا سعيده جدا وانا بادي دوري على اكمل وجه، وانا الحمد لله هفضل موجوده في مكاني لحد ما ادي دوري على اكمل وجه والحقيقه تبان. احنا الفاصل ما بيننا الحقيقه، وقد كان الحمد لله